مرحبا، معكم رضا عازم من كامبوست اكاديمي، وباسمي وباسم طاقم فريق الأكاديمية نريد أن نهني جميع المسلمين بعيد الأضحى، وخصوصا المشتركين بقناتنا. كل عام وأنتم بألف خير وينعاد علينا بالسلامة إن شاء الله. وبسبب هذه المناسبة المميزة والعظيمة سنوفر خلال فترة العيد عدة تخفيضات لدورات الأونلاين المدفوعة بالأكاديمية. هذه التخفيضات ستكون متوفرة حتى يوم الأحد القادم 26/8. فلكل الأشخاص المعنية بالتفاصيل للدورات والتخفيضات المتوفرة أرجو التواصل معنا عبر صفحتنا بالفيسبوك أو من خلال موقعنا www.campus.net. كمان بخصوص المشتركين الفلسطينيين، حبيت أخبركم أنه بدأنا بالتسجيل للدورات بالصفوف. سيكون دورة دروب شيبينج شاملة، وهي عبارة عن 8 لقاءات. الدورة ستقام في مدينة الطيب المثلث. اللقاء الأول سيكون بتاريخ 12/9، والدورة الثانية هي دورة أسرار البيع على موقع أمازون. لأول مرة في الوسط العربي ستقام دورة كهذه. هذه الدورة غنية بالمحتوى، سنتعلم جميع طرق البيع المستخدمة على موقع أمازون. الدورة عبارة عن 10 لقاءات، أيضا ستقام في مدينة الطيبة المثلث. اللقاء الأول سيكون بتاريخ 11/9 لدورة الأمازون. عدد المشتركين للدورات محدود ل 15 شخص. لذا للأشخاص المعنية بالتسجيل للدورات بنصحهم يتواصل معنا عبر صفحتنا بالفيسبوك أو من خلال الهاتف المبين بالفيديو لحجز مكان بالدورة. ولكل الأشخاص اللي راح تشترك بالدورة ستضاف لمجموعة دعم مغلقة بالفيسبوك لدعمكم ومساعدتكم بمشروعكم، وستكون المجموعة متاحة لكم دائما. أيضا سنعطي هدية لكل مشترك بدورة الأونلاين أو بدورة في الصفوف تعلمك إدارة حسابك الجيميل بشكل مهني ومحترف. ستتفاجأ من الإمكانيات الموجودة في الجيميل. وأخيرا أتمنى للجميع عيد أضحى مبارك وقضاء وقت ممتع مع العائلة. سأراكم في فيديو آخر.